فكنت اخذ المخطه النسخه ويا دفتر المحاضرات وياي واعطوهم واروح الجامعه اللي يقدر اشوفه من الدكاتره والاساتذه والمدرسين وهذي. كنت ادلل بعد في الفتره. الاهداف السياسيه ما يخصني فيها، احنا عندنا قوانين لله الحمد كانظمه عندنا، لكن يحتاج الى تعديل؟ نعم نحتاج. اذا ما في شيء مكتوب ما في شيء اسمه استثناء، ما عندك مكتوب ما عندك استثناء. يعني حتى المسلسلات التلفزيونيه اللي تشوفها ما كان فيها مثل الحين كدر نكد، وكيف انت تحمي نفسك من خلال القانون. يعني هاي الليالي طبعا يعيشونها مصر حاليا، ويعيشونها ايضا بعض قرى البحرين حاليا. احنا سكننا في بدايه حياتنا كان في اكثر من منطقه، لما استقرنا في الرفاع يعني طبعا مكان الرفاع سكننا الرئيسي حاليا من اكثر من 40 سنه، فمن قبل كنا في المنامه وفي الحل، وفي ناس وايد ما يعرفون ان احنا سكننا في الاوكان، يعني يعرفون في ناس يعني تكلم عن البحرين، احنا ما عندنا الحمد لله رب العالمين وين تكون انت وتكون ما بتكون، النسيج الوطني موجود يعني مئات السنين في هذه. فأنا في مرحلة ما سكنت في منطقة الخميس، كان في حياتي وتوني احنا بايعين يمكن، او في بلاد القديم بما معناه، يعني هو بين الخميس بلاد القديم، خلينا نقول بلاد القديم صح. في هذه كان عندنا بيتنا هناك، وسكنت ودرست في مدرسة الخميس الاول والثاني، درست في مدرسة الخميس يعني في هذه اول ابتدائي. اي زين، فهذه كان يعني يبين ان احنا كبحرينيين طبعا عايشين مع بعضنا البعض من يعني مئات السنين الحمد لله رب العالمين، ما كان عندنا منطقة اسمها في هذه ومنطقة اسمها في هذه. فبالعكس انا يعني ولازلنا احنا يعني كوالدتي ووالدي الله يرحمه وذلين عندنا علاقاتنا مع كل جيراننا اللي سكننا فيهم، سواء بلاد القديم في المنامة أي مكان يعني موجودين في هذه وموجودين في هذه. طبعا عقب في من الصف الثالث عنيت الرفاع هني، شاءت الصدف إن يعني في أيام الثانوية كنت في الصيف، إحنا خبرة قبل كان عندنا شباب والقبل نشتغل في الصيف، مو مثل شباب الحين اللي يعني يمكن ساعات تقول له اشتغل يقول لك كان عيب. أنا في الصيف كنت أشتغل. والله شوف ابوي الله يرحمه اعطاني كذا نوع من الشغل، علمني البياعة، في شيء مكان برادة صغيرة في البيت. اي كان عندنا في بيتنا في الرفاع دكان قبل يعطونا وسوينا فيها بياعة وانا اخواني ونبيع، فتعلمت شوي، وحتى كنت في المدرسة انا تعلمت شلون يعني اشتري واخذ واعطي في هالامور نفسها. يعني الإنسان ترى في حياتنا احنا كل إنسان الحمد لله رب العالمين، أنا أقول النجاح الإنسان فيه إذا كان يعني اشتغل وتربى على الشغل من صغره يعني وعلم ذي الشيء يعني. وإحنا الحمد لله يعني أبهاتنا في السابق يعني كان يعلمونا هالأمور على أساس يكون في المستقبل نعتمد على روحنا. عقب في مرحلة ما في الثانوية لا رحت اشتغلت مخلص تخليص معاملات في مكاتب مني وتميت شوية أتعلم على تخليص معاملات. في ثالث ثانوي تقريبا في خلال ذي الفترة طلع لي السجل التجاري واشتغلت في العقارات تخليص معاملات الله يسلمك، وكنت في مرحلة الثانوية. كان خالي الله يعطي الصحة والعافية عنده مكتب عقارات في المنامة، فعنده مكتب عقارات فكنت أروح له من فترة وفترة يعلمني بعض الأمور الأشياء الثانية، شلون تأجر شلون تبيع بعض الأشياء بسيطة يعني في هذه، وعنده بروحه مكتب في هذه، فكنت أروح له فشفت الشغلة لا يعني الحليوة إنه واحد يشتغل فيها ويتعلمها. عقب لا يعني من ما كنت في مرحلة الثانوية تقريبا من ما خلصت على طول سويت لي سجل تجاري 86 أنا تقريبا خلصت الثانوية 87-86 نهاية الوسط فتحت لي سجل تجاري. رحت شوي يعني في مرحلة ما عقب السجل التجاري تعلمت بعض الأصول من المكاتب العقارية اللي عندنا في الرفاع هني. طبعا هاي الجيل الرفاع اللي يعني سعد العباد موجود، شبيب المطوع موجود الله يعطيهم الصحة العافية، ابتديت في الرفاع شوي تعلمنا الأصول العمل العقاري في الرفاع. وذيك الأيام كان العمل العقاري بساطتها يعني ما كان مثل الحين هنقول اللي فيها ما شاء الله تنوع في المجال العقاري. كان ذيك الايام يا تبيع لك ارض او تبيع لك بيت، ما عندك شيء ثاني، ما في شيء، او تاجر لك دكان
ويعني هاي المرحلة الأولية ما كانت فيها المساحات المكتبية ولا الشقق التمليك ولا شيء. يعني احنا جيل يعني لنا في جيل، يعني جيلي انا اللي جيت فيه هذه كان في جيل معلمين في هذه. طبعا انطلقنا من الرفاع عقب تعلمت يعني بعض الامور الثانيه، الشباب ما قصروا وابتدينا نبيع اراضي ومخططات طبعا من ذيك الايام. وكان على رحمه الشيخ علي كان عنده كثير من المخططات، من اكثر المستثمرين اللي كانوا في البحرين الشيخ علي بن راشد، فكان يعني يعطينا المخططات كون عبد الرحمن الرفاعي ومعرفه والاشياء ذي ان احنا نسوق لهم يعني المخططات والاراضي. ومن ثم تعرفنا على تجار ومستثمرين اخرين ودشينا في السوق وطلعت. احنا تعرف احنا عندنا في البحرين كل واحد يشتغل في حدود منطقته اكثر شيء في السابق، يعني اغلب الوسطاء العقاريين كانوا في السابق يشتغلون على حدود منطقته، اللي في الرفاع يشتغل في الرفاع، اللي في المحرق يشتغل في المحرق، واللي في المنام يشتغل في المنام. هاي كان شوي السائد في ذي المكان. طبعا كل الزملاء اللي في الرفاع كانوا يشتغلون على حدود الرفاع يمكن درجة 90%. انا انطلقت من الرفاع الى المناطق الثانية كوني متفرغ، كنت يعني التفرغ. وكان بعض العقاريين كانوا مو متفرغين بالتفرغ كامل، يعني كان يشتغل الصبح في مكان ويجي العصر في مكان. ذيك الايام كانت القوانين تسمح والنظام تسمح وكانت موجودة بالطريقة يعني بعض الكبار السن. فانا لان كنت متفرغ ما كان عندي اي التزام في اي جهة رسمية، ف كنت أطلع من الرفاع ورحت شوي بعد عن الرفاع، رحت المنامة تعلمت على المنامة، رحت المحرق تعلمت على المحرق، خلصت من مناطق البحرين كلها يعني في الشمالية والجنوبية الحمد لله. فصار عندي يعني نوع من هنقول الثقة في نفسي، وأيضا صار عندي نوع من العملاء اللي أتعامل معاهم في كل مناطق البحرين. الإنسان يسعي والرزق على الله سبحانه وتعالى، ما يتكلم يعني يقول لك يقعد بروحه أو شيء كذي. طبعا انطلقنا الى المنامه وتعرفنا على الاخوان في المنامه، يعني ذلين الجيل اللي انا بعد تعلمت منهم في المنامه وفي نفس الوقت اشتغلت معاهم في امور مختلفه. الحمد لله البعض منهم لازلت انا على التواصل معاهم وعلى العمل معاهم المشترك، لان مهنه العقار هي المهنه يمكن من المهن القليله جدا اللي في تعاون ما بين مكتب ومكتب. فاحنا كنا نتعاون مع بعضنا البعض، ابتدينا مع الجماعة وما شاء الله بعد جماعة ما قصروا، أعطاني من خبرتهم أعطاني من معرفتهم وأنا أعتز جدا. أول ما سويت يعني شيء تبيع ب10,000 دينار وزود تأخذ لك العمولة 100 دينار، شيء تبيع 8,000 7,000 دينار 2%، يعني 7,000 دينار معناته 140 دينار، وكانت 140 فيها خير وبركه. يعني الايام 140 معقوله والله العظيم، يعني الحمد لله. يعني انا اول حصلت 140، اول عموله كانت 140 دينار تقريبا، اي الحروه كذي. واحيانا يعني كانت توزع العموله ما بين مكتبين ساعات، يعني زين كانت هذه. وبعد فيها خير وبركه الحمد لله رب العالمين. النوايا كانت قير، الانسان كان يعني يطبق حب لنفسك حب لاخيك ما تحب لنفسك بعد فيها هذه. فكان هاي النوايا موجوده ويعني الحمد لله لازالت موجوده عند البعض. لكن هذه كانت يعني ومهنه اللي كنت في العمل لما اقول له اكثر من مكتب يقول كل مشروط مبروك، احنا كنا نقول كل مشروط فعلا مبروك كان. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى بارك في هذه. فكنا ال 140 او 150 او 200 دينار تاخذها وانت مستانس جدا اللي حصل لك على عموله في خلال ذي الفتره. ف يعني عقب الحمد لله يعني العمولات يمكن لمدة يعني أنا عشت في مسألة خلينا نقول الأسعار الأراضي اللي يمكن بالعشرة واثناعشر الدينار في مرحلة 10 سنوات تقريبا، يعني من يعني متى ابتدى السوق العقاري في الانتعاش وفي الارتفاع في هذه، في مرحلة يمكن من عقب حرب الخليج 91 92. يعني أنا أتذكر كان عندنا مع يعني احد المكاتب العقاريه كنا احنا نتعاون مع بعضنا البعض، كان عندي مخطط في منطقه المالكيه، كنا نبيع الفوت ب7 ربيات 6 ربيات اتذكر يعني. والمخطط لا زال موجود عندي، والخبرك دي الخرائط نفس دي اللي موجوده انا ما احتفظ فيهم الله يسلمك الا فيها الاراضي والاشياء الثانيه. الفوت كنا نبيع فيهم 5 ربيات 6 ربيات، فكنت انا سنه 90 اتذكرها حرب الخليج، يعني لا زالت الاسعار كانت في البحرين تسعينات 91 حرب الخليج نعم. وهي المخطط كان يعني بالضبط اتذكرها في خلال ذي الفتره، كان الاسعار يعني خلينا نقول هل
سبع ربيات ست ربيات كانت الأسعار دينار 200. فمتى بتبدأ الأسعار تتغير؟ من عقب 95 تقريبا، الله يسلمك، 94-95 بدأت الأسعار. فأنا بداية عملي 86-87 إلى سنة يمكن 93-94 كانت الأسعار كل العملات 100 دينار 200 دينار في هذه. فكنا نبيع في المخطط العرض 100% 7000 قدم دوار 12-13 الله يسلمكني، حق أحد كبار مستثمرين من الكويت كان هذا المخطط. يمكن هني أنا بعت أرخص مخطط في البحرين أنا ذاك الله يسلمك، يعني بالمساحات اللي موجودة في هذه، بالمساحات اللي هو من 7000-10000 قدم. كنت أقنع الناس أقول له تعال اشتري لك أرض ب7000-6000 دينار. وفي ذي المرحلة أنا كنت في الجامعة بعد الله يسلمك، كنت في الجامعة. إيه بعد عقب ابتديت أروح في الجامعة مدينة عيسى، نعم الله يسلمك في هذه. زين، فكنت أخذ المخطط نسخة ويا دفتر المحاضرات وياي وأعطوهم وأروح في الجامعة اللي يقدر أشوفه من دكاترة والأساتذة والمدرسين، وهذه كنت أدلل بعد في ذي الفترة. عقب المحاضرات ما خلص أروح أشوفهم، شروا من عندي وايد دكاترة في الجامعة ذيك الأيام. ما يعني الله يعطيهم الصحة العافية، من أصغر موظف لأكبر موظف بيني بينك يعني. فهذه الحمد لله نعمة. زين، فكان الدراسة وكان العمل في نفس الوقت كنت في هذه. طبعا للأسف ما قدرت أنا أكمل مرحلة الدراسة بسبب ظروف عائلية. الجامعة. يعني عربي وتاريخ الله يسلمك، ما قدرت أن أكمل الدراسة ويعني بس وصلت العمل. فكانت انطلاقة من فترة ذيك الأيام التسعينات بشكل خلينا نقول أكثر وانشهرت أكثر. كنت من جيل الشباب اللي كانوا وما كانوا ذيك اليوم وايد جيل موجودين يعني في السوق. كان كل اللي موجودين في السوق ما شاء الله من الكبار يعني، اللي تعلمت منها عقب مرة ثانية تعلمت على العم أحمد سيف في محرق، رحت ويا الأخ غازي عبد الله الله يعطي الصحة العافية في يعني، عقب رجعت مرة ثانية في المنامة وعلى يعني مجموعة كبيرة من 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 المكاتب العقارية. فكان علاقتي معاهم الحمد لله جدا حلوة، ولازل يعني أنا حافظ على العلاقة معاهم. وأنا يعني من الجيل اللي عاش يعني خلينا نقول عشت مع بعض الكبار، وللأسف اللي رحل لكن ما تم توثيق أي شيء عنهم. فخطتي الثانية إن شاء الله أن يتم توثيق أعمال هاي العقاريين اللي رحلوا يعني، إن كانوا مع أولادهم يعطيهم صحة العافية، وإن كان من خلال معرفتي الخاصة بهم. فخطة بسوي كتاب الله يسلمك قاعد أشتغل عليه. بنفس كانت تسوي مقابلات في أبنائها. يعني ويا الأبناء وشيء من عندي من خبرك يعني معرفة معاهم، والأشياء اللي راح أكتبها راح تكون إن شاء الله مع التنسيق مع الأبناء الموجودين وغير مع الأحياء اللي موجودين حاليا. يعني عشت مع جيل أنا يعني من العقاريين يعني الله رحمه واسع رحمة العم جاسم سند أبو محمد وعارف سند دلين. أنا الجيل دي عشت معاه وتعلمت منه وتعلمت منه أيضا. جاسم سند من أكبر العقاريين في البحرين، كان يعني معروف، كان شخص عقاري ولا علاقة كبيرة يعني ما شاء الله عليه في البحرين وخارج البحرين. شوف رمضان الحمد لله أنا يعني إحنا كبحرينيين رمضان دائما نحافظ عليه ولا نكهة خاصة. طبعا إحنا نبتدي يعني مرحلة الصيام هل نقول من صغرنا، تعلمنا من أبانا. كنت من الصف الثالث ابتدائي أصوم، فكان يعني البيئة تساعدك على ذي الأمور نفسها، الأب والأم الله يعطي الصحة العافية، والأم والأب كان يعني دائما يركز إن كان بالشد شوي والأشياء ذي صوموا. فمن صف الثالث أنا ابتديت يعني صيام رمضان، وكان إحنا عندنا لازل طبعا أنا كنت من ما قلت لك جينا في الصف الثالث كنت في الرفاع، وكان لنكهة خاصة لياليها بالنسبة لك فرجان غير أنا حين الله يسلمك خوي. الناس كانت تطلع، الناس كانت بالنسبة لها رمضان لياليها كانت لها حياة خاصة. طبعا هذا الشيء اختفى. اول شيء كنا خلينا نقول من عقب الفطور زين كنا نستعد حق صلاه التراويح، يعني كان صلاه العشاء ونستعد نروح صلاه التراويح. احنا كان فريجنا في الرفاع وعندنا مسجد بهزاد، الحين يسمونه مسجد نور، مسجد النور الحين، كان قبل مسجد بهزاد. فكنا نجتمع الشباب من عقب الفطور كذي نبتدي شوي نستعد روحنا نروح صلاه العشاء ونبتدي صلاة التراويح. طبعا نخلص صلاة التراويح كان بيش الأيام على حسب الوقت يعني 8-9.
كانت صادف ايام رمضان ما كان عندنا مدارس، لحقت عليها ابو يوسف في فتره من فترات ما كان عندنا مدارس، وفي فتره صار عندنا عقب مدارس حسب تغيير زمني حق فتره اللي ما كان عندنا مدارس. الحمد لله كانت الفرجان عامره ما شاء الله، يعني هاي الليالي طبعا يعيشونها مصر حاليا ويعيشونها ايضا بعض قرى البحرين حاليا، لا زالت يعني محافظ عليها، لكن المدن الكبيره ابتدت شوي شوي تختفي فيها. هاي طبيعه الحياه تغيرت بالنسبه لنا. لا اني الفريج الله يسلمك، كان فريجنا من النوع اللي فيها خلينا نقول يعني الاهل دائما احنا كنا فرجان السابقه اللي يكونون في المنطقه كلهم اهل واقارب، عائله واحده الله يسلمك، يعني البيت العم والاخ والخاله وما ادري شنو كلهم يم بعض، واحنا كان عندنا في فريجنا كنا كلنا اهل قريبين جدا من بعضنا البعض، يعني غير طبعا الجيران العقب في هذه، فنتجمع في مكان ما، وكان عند بيتنا دائما تجمع يصير. يعني انا من صغري كنت اجمع الناس مثل ما انت الحين جمعت الناس في العقاريين في الامور الثانيه والجمعيه والثانيه، تذكرها انت بروحك ايش معانا هالمرحله ويوسف. فكنت من صغري احب التجمع يعني، فكان التجمع دائما يصير قريب من بيتنا. كنا نوفر الماي والشاي والامور الثانيه عند ونلعب. فكانت في العاب مختلفه ذيك الايام. كنا طبعا لعب الكوره واحده من الالعاب اللي كانت المشهوره طبعا في الفريج في رمضان. في رمضان اي. فكنا نلعب كوره بالليل او بالصبح؟ لا في الليل، من عقب صلاه التراويح، بعد صلاه التراويح نخلص نبتدي. كان عندنا لعب الطائره، كره الطائره اكثر. كون كره الطائره ما تحتاج لها ملعب عود. في فرجان يلعبون كرة القدم بس عندهم ملاعب شوي، فريجهم مساحات موجودة، احنا كان فريجنا شوي مساحة صغيرة. كان عندنا عند بيت احد الاخوان ملعب كرة قدم، فنلعب كرة قدم، ملعب كرة طائرة اسف، كون الملعب صغير ويكفي ذي، فنلعب للساعة 10 11 كرة طائرة، نخلص كرة طائرة نلعب بتة. وكان في طبعا هاي نتكلم من بدايه رمضان لل 20 من رمضان، العشر الاواخر لا عندنا القيام، فنتخلص اني شوي البيت نطالع التلفزيونات. طبعا ذيك الايام مسلسلات حلوه يعني حتى المسلسلات التلفزيونيه اللي تشوفها ما كان فيها مثل الحين الكدر والنكد اللي يعني كله وناس. اي قبل مسلسلات بسيطه شعبيه نطالع تلفزيون في مرحلة ما، كنا نحط لنا تلفزيون صغير برا في الفريج ونشتغل طبعا من الساعة 11 إلى الساعة 12 نبتدي صلاة القيام، وعقب ما نخلص صلاة القيام نجي ونقعد يمكن ليل سحور. كون ما في مدرسة وكنا شباب يعني ما عندنا شيء طبعا، ما كان في مدرسة، فكنا نقعد ليل سحور ونطلع مع المسحرات شوي في الفريج ويعني في شكل بسيط ونرجع مرة ثانية. فكانت الحياة في بساطتها في رمضان أيضا الحياة كان لها نكهة خاصة يمكن تختلف عن الحين. يعني رمضان لازم تروح لكوفي شوب أو يروحون بعض الناس طبعا تجمعات في مناطق ثانية. يعني أنا لازلت رمضان أحب أكون بيتوتي، لازلت رمضان أحب بس فقط إذا تطور أروح المجالس. طبعا أنا من الناس اللي أحب جدا المجالس يعني سواء القديم والحليب، فالمحافظ عليها طبعا فترة كورونا احنا شوي صار عندنا شوية يعني صعوبات، لكن ان شاء الله تعيد عليها ونعود عليها فترة الجاية. وهاي ميزة في العمل العقاري انك انت تعلمك يعني كثير من اشياء وتعلمت منها امور وايد يعني في هذه. فطبعا كل معرفة لي كانت مكسب، انا اعتبر كل معرفة لي مكسب بالنسبة لي. اي شخص من الشخصيات اللي تعرفت عليهم سواء شرى من عندي بعت له بالنسبة لي مكسب، حافظ عليهم وليه حين حافظ عليهم. وكنت دائما أحافظ على العمل الرسمي موجود بشكل هذي، لما مرحلة ما تمنا أن نخلق ثقافة العمل العقاري بشكل رسمي، أن يكون عندك مكتب، أن يكون عندك سجل رسمي، أن تمارس المهنة من مهنية، تشتغل من وقت إلى وقت من الساعة 8 إلى 1 الظهر، من 4 إلى 7 بشكل رسمي مكتبك يكون هذه. قدرت أخلق ذي الثقافة عند كثير من الأخوان والزملاء اللي ما كان عندهم مكاتب وكان يشتغلون حسب النظام القانون، كان مسموح له يشتغل بمجرد بطاقة دلالة. إلا البطاقة. بطاقة فقط الله يسلمك. يعني أنا كنت يعني
الزميل اللي كنت أعرف أنه يعني بإمكانه أن يشتغل مكتب أقول أفتح لك. طبعا الجيل السابق اللي كان من الكبار العقاريين كان عندهم فقط بطاقات إدلال، البعض منهم ما كان عندهم مكاتب، البعض عنده وبعض ما كان عنده. أنا كنت أقول لهم فتحوا المكتب، ابتدي شوي بالانتشار. أيضا في فترة التسعينات ابتديت أعطي استشارات وتثمين عقاري خلال ذي الفترة أيضا، فأسست أيضا خلينا نقول بادرت بتحديث معايير التقييم على حسب نظام القابل الموجود في هذه والتثمين في البحرين. فكنت من أوائل الناس اللي كانت تقيم العقار بالصورة وبالمواقع وبالخرائط يعني، وهذه النموذج كان ما كان موجود في فترة، كان التقييم فقط مجرد معلومات تكتبها في ورقة واحدة. أنا من أوائل الناس اللي استخدمت وسائل التكنولوجيا في التقييم يعني بهدف تطوير المهنة نفسها، والله الحمد يعني عملت لأغلب بنوك البحرين في مجال التقييم استشارات، وأغلب شركات اللي في البحرين عملت معاهم معاملات التقييم الحمد لله. أول بنك كان التعامل معاه كان بنك البحرين الإسلامي، ومن ثم توالت بقية البنوك طبعا والشركات، واشتغلنا مع أغلب البنوك والشركات البحرين في مجال التقييم طبعا. وكان يعني من انطلاقة ذي عملت خلال فترة يعني خلينا نقول في استشارات التقييم حتى للجهات الحكومية، فكان الخبرة اللي كسبتنا إياها الحمد لله عملت التقييم في الجهات الحكومية، كانت وزارات الدولة المالية والبلديات وغيرها من الوزارات اللي عندهم كانت عقارات. فتنوع العقار ما بين الوساطة والتقييم والاستشارات. جمعية البحرين العقارية كان حلم أنا يراودني، أو كان حلم يراودني أن أسوي تجمع عقاري. تدوها طبعاً اللي قبل الكبار في السن والعقاريين اللي قبل ابتدوها، لكن ما صار في توافيج. تدو يمكن على أيام سعد هلال وحسن كمال والمرحوم جاسم سند وأحمد سيف، محمد بن جاسم سند وحميد الماجد، ويعني أتذكرهم المجموعة اللي ابتدوا فيها تجمع عقاري، لكن ما صار لها يعني خلينا نقول التوافيج كيان رسمي بسبب يعني خلينا نقول اختلافات، يمكن بسبب الإجراءات الرسمية والأمور الثانية. جيت أنا في فترة من فترات كنت أتشاور مع الزملاء طبعا، أقول لهم يا جماعة إحنا عندنا هموم وعندنا يعني مشاكل عقارية ونبي نوحد جهودنا. فكان صعب إنك تتجمع كيان عقاري مختلفين الأمزجة، مختلفين العلم والمعرفة، كل واحد يختلف عن الثاني في الفرق في الثقافة وفي المعرفة. يعني ساعات تحصل لك عقاري يمكن يدلل ويعرف وعنده معرفة وعنده كل شيء، لكن ما عنده المام بأمور الثقافة العقارية وال وطرحت عليهم الفكرة، قلت لهم خلينا نبتدي احنا بعشرة بعشرين ثلاثين، مو ضروري كل المكاتب في البحرين تكون موجودين طبعا على حسب ما تبونهم، خلينا نبتدي الكيان بالمجموعة الصغيرة. فطرحت الفكرة رد مرة ثانية على الاخوان، فطرحنا عليهم الفكرة ورحبوا في الفكرة. قلت لهم خلوا موضوع التأسيس علي انا، وابتديت عقبها في الاجراءات الرسمية. اول شيء ابتديت ان اشوف كيفية تأسيس الجمعية مع وزارة العمل، فكان مرحلة بالنسبة لي مرحلة يعني حلوة صراحة، وكانت متعبة ان انا ما بين الجمعية واروح وزارة والاشياء دي. فكان يعني الشخص اللي كنت انا اتابع مع الوزارات اتابع مع الجهات نفسها المعنية، فالفكرة يعني تم ترحيبه شوي شوي، الكل يعني قاعد يسمع الجمعية وكل من كان يرحب فيها. طبعا عرضت الفكرة على احد المحامين بدون مقابل بدون أي شيء، وساندنا في بداية عملنا مسكين، فعرض على الفكرة قال لي ما عليكم، أعطوني المؤسسين وأعطوني أنت والأهداف تبونها، وبصيغها أنا بصيغة قانونية مع قانون المنظمات الأهلية. إحنا ما كنا ذيك الأيام نعرف قانون المنظمات الأهلية. 2000 ابتديت في هذه 2001 2002 تم تأسيس الجمعية حصول على الموافقة، بس العمل ابتديت في 2000. صغنا احنا والاخوان الزملاء حطينا الاهداف وكل شيء وصغتهم وكل شيء. طبعا عندي كل مراحل عمل الجمعيه محتفظ فيها الله يسلمك، ما نسيت يعني، وعندي هذه راح تكون في المكتبه والمعرض والاشياء اللي بتكون ان شاء الله
موجوده من هالمقتنيات نفسها، ان انا اقول لك يعني يعني ودي نحققها اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله في هذه. بنى لنا القاعده الاساسيه من النظام الاساسي وقدمناها حق وزاره العمل، طبعا شالوا بعض الاشياء حطوا بعض الاشياء، احنا ما كان عندنا يعني الاهداف، خلينا نقول غير الاهداف العقاريه الاقتصاديه، الاهداف السياسيه ما يخصنا فيها. وابتدينا في تاسيسها في عام 2001 2002 تقريبا، احنا نقول الجمعيه حاليا من تاسيسها 22 سنه حاليا ما سنه يعني. تم الموافقه عليها وما قصر الوزاره، ويعني ذيك الايام وحطونا الموافقات واسسنا الجمعيه، وتم تكوين اول مجلس اداره برئاسه الاخ سعد هلال. طبعا المؤسسين كانوا ما شاء الله يعني يمكن ذيك الايام تجوز عن 30 شخص، هناك منهم احياء وهناك منهم حال ربي. فاول مجلس اداره كان برئاسه الاخ سعد هلال وكوناها، وكان مجلس قوي وحصلنا على دعم قوي ايضا ومسانده قويه من الجهات الرسميه ومن العقاريين نفسهم. ابتدينا في طبعا على مراحل تاسيس القاعده الجمعيه ومراحل معلومات والامور الثانيه، والحمد لله كان يعني مرحله جدا نشطه كانت الجمعيه. كل مرحله كان لها تحديات، كنا شوي عندنا طبعا تحديات كبيره، خلق ثقافه عقاريه، معرفه عقاريه، خلق خلينا نقول نوع من العمل التطوعي للعقاريين، كانت جدا مرحله صعبه بالنسبه لنا. فابتدينا مع الجهات الرسميه ان هالمكاتب العقاريه او هالافراد ان كانوا موجودين يكونوا تحت مظله سجلات التجاري الرسميه، يعني يا يعني يشتغل بشكل رسمي ياخذ له بطاقه او ياخذ له رخصه تجاريه حسب النظام اللي كان معمول بذاك الصوب وكان فيه ذي. فالحمد لله احنا قدرنا يعني وحققتون هذا الهدف. نعم، احنا ما نقول كامل كمال الله سبحانه وتعالى، لكن الجزئيه اللي يمكن احنا لمده 20-30% ابتدينا يعني نتحقق هالجزئيه نفسها. والجزئيه الاخرى ان في ناس ما كان عندهم مكاتب، خذوا سووا مكاتب رسميه فاشتغلوا بشكل رسمي، فاحنا قدرنا نوعي الاخرين. احنا ما نبي نقطع رزقك ولا نبي نقطع رزق الاخرين، لكن ضروري انك تاخذ لك مكتب، تاخذ لك رخصه رسميه حسب الاجراءات الموجود فيها دي. وابتدينا نوعي الناس، الحمد لله قدرنا احنا كثير من الناس عرفت ان نعم كلام اللي كنا نقول صحيح. فالقانون موجود في كل دوله اليوم، احنا لازلنا نوعي الناس ونقول لهم مساله شراء العقار في اي دوله لازم تطلع على القانون، كيف انت تحمي نفسك من خلال القانون. لا تقول لي ترى القانون مسموح ويمكن استثني، اذا ما في شيء مكتوب ما في شيء اسمه استثناء، ما عندك مكتوب ما عندك استثناء. طبعا احنا عندنا قوانين الايجارات البحرين، كانت البحرين مقسمه الى جزئين، المنامه المحرق الله يسلمك اخوي، هذه يطبق عليها نظام وهي يطبق عليها نظام، نظامين نظامين، اللي يطبق على فمحرق ما يطبق على المنامه. ليش؟ البحرين واحده، لان القوانين القديمه على يوم الاستعمار خلقت هالمشكله نفسها، وتم موجود وتم التعارف موجود. يعني لليوم في المنامه المستاجر او راعي الحلال ما يقدر يطلع المستاجر مكانه لو قعد 40 سنه، لانه في الرفاع يقدر يطلع، مع انه في الرفاع يقدر يطلع مثلا في هذه مثلا زين، او في المحرق يقدر يطلع فيه مثلا الرفاع تبع المنامه كانت الله يسلمك اخوي. اي يعني البحرين تقسمت لقسمين، قسم المنامه وكانت جزء من مدن البحرين، قصدي المناطق الثانيه البحرين تطبق عليه نظام، يعني الجزيره الام تطبق عليه نظام المنامه، نعم، والمحرق طبق عليه نظام الجزيره المحرق تطبق على الكل. فهاي القانون كان موجود، القانون دي كان موجود. طبعا احنا عقب ما تاسست الجمعيه وقبل ما تتأسس الجمعية، قبل ما صار تأسيس الجمعية كنا نشتغل احنا كعقاريين على موضوع تغيير قانون الإيجارات من خلال انا ذاك المجلس الشورى، مجلس الشورى البحريني قبل ما صار مجلس النواب. طبعا مجلس الشورى كان موجود قبل، فكنا نشتغل على موضوع تغيير القانون وتوحيد نظم وأنظمة القوانين الإيجار كلها بقانون واحد. اول شيء كان قانون الوساطة كان مطالباتنا تغييرها، ومن ثم قانون الإيجارات. طبعا قانون الوصالة تم ما تم تغييرها، كون اللي كان عقب دشت في موضوع بنتكلم عن موضوع قانون التنظيم العقاري. قانون الإيجارات ابتدى الحركة فيه وبالتغيير فيه هذه. طبعا كان المراحل العمل ذي جدا خلينا نقول يعني يحتاج لها جهد من قل الجهات فيها هذه. فابتديت مع مجلس الشورى واجتمعت معاهم مع الإخوان العقاريين طبعا أنا ذاك، وقلنا لهم يا جماعة الخير ما يصير أن تكون في البحرين قانونين نظامين، وعندنا مشاكل في موضوع
التأخير في بث القضايا الإيجارية في المحاكم، القضية تأخذ لها سنوات لما تكون بث فيها هذه، لما طلعنا في مرحلة ما بقانون الإيجارات اللي صدر في عام 2014 الله يسلمكم. طبعا هاي القانون يغير كليا من الأنظمة اللي كانت موجودة في السابق، ألغى كل الأنظمة السابقة وتغير فيه النظام، وحد البحرين في منطقة واحدة، ما قالت عندنا منطقتين. لكن خلال ذي المرحلة أيضا احنا كجمعية البحرين العقارية قبل ما نصير جمعية مطورين عقاريين اشتغلنا على موضوع قانون التطوير العقاري. كان هذا القانون أيضا طبعا قانون مهم، فكنا احنا ندفع بذي لما يعني خلينا نقول مرحلة ما طلع الإخوان في جمعية تطوير مطورين عقاريين أيضا تطوروا وتم توحيد الجهود ويا بعض، ولذلك صدر القانونين في فترة واحدة في تاريخ واحد في عدد جريدة رسمية واحدة الله يسلمك يعني. وكان هذا الدور الكبير اللي كان لها دور الحكومة طبعا في الأمور نفسها، ما أنسى طبعا مكتب مجلس الوزراء ذاك اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله، وكان دائما على التواصل مع العقاريين ودائما على التواصل معنا في مرئياتنا حق القانونين الإيجار وتطوير العقاري. أي قانون عقاري اليوم في البحرين يوسف تقولي عنها أنا لي شرف أن كنت أحد الأفراد اللي ساهموا فيه. في قانون صار فيها بعد كان لي شرف ولي العمل فيها، قانون استملاك للمنفعة العامة. هاي المراحل شوف صارت تصلف أن هاي المراحل القوانين دي كلها كان صار علي صالح الصالح الصالح كنت دائما أتواصل معاه وكنت دائما يساعدني. عملنا بشكل سريع مسودة وعمل قانون جديد لاستملاك المنفعة العامة، وكان يعني نعمل في فترة الصبح والمساء والليل، وكان توجيهات القيادة أن يكون الإسراع في هذا القانون لأن كانت الدولة بحاجة إلى الاستملاك المنفعة العامة، وكنا في ذيك الأيام فترة الطفرة في النفط، الأسعار النفط مرتفعة والدولة كانت تساهم، الدولة كانت تبي قانون الاستملاك على أساس تستملك أراضي الطرق والشوارع، وكانت الدولة في فترة الطفرة طفرة في مجال مشاريعها الكبيرة. ليش؟ لأن الأسعار النفط كانت مرتفعة وكانت تبي تستملك مناطق في البحرين سواء المشاريع الإسكانية المشاريع التنموية للطرق المجاري وغيرها من الأمور الثانية. فإحنا عندنا قوانين لله الحمد كأنظمة عندنا، لكن يحتاج إلى تعديل؟ نعم نحتاج، هاي اللي نحتاج خلال المرحلة القادمة أن بعض القوانين التعديلات نحتاج إلى الجلوس مع الجهات المعنية